بس من النوع الجميل. تخيل انت الموظف او انت الموظفة من عملك ومن دائرتك تتلقين من المديرة مبلغ 10,000 دولار وتذكرتي سفر مجانية من الدرجة الأولى، يا ترى شنو راح تكون ردة فعلك؟ فأتمنى تكتبوا لي بالتعليقات تحت هذا الفيديو اللي راح ينتشر على موقع التواصل الاجتماعي شنو راح تكون ردة فعلكم لو يصير وياكم هذا الموقف. فتفاصيل الخبر تقول: تقديرا لجهود موظفيها، فاجأت الرئيسة التنفيذية ومؤسسة شركة الملابس الداخلية سبانكس العاملين لديها بتذكرتي طيران من الدرجة الأولى ومبلغ قدره 10,000 دولار لكل منهم. ففي احتفال قامت سارة بلاكي رئيسة الشركة بتقديم هدية للعاملين لديها بعد وصول قيمة شركتها لواحد 1.2 مليار دولار، معربة عن امتنانها لواحد 21 عاما من النجاح. وفي مقطع مصور راح نشاهده بعد قليل احنا وياكم تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، قالت بلاكي فيه: أقف هنا اليوم وأن أفكر فيما تمكننا من تحقيقه وتقديم منتجات مذهلة للنساء تساعدهن على الحفاظ على أنوثتهن في أماكن تهيمن عليها الذكورية وهي الأعمال التجارية. هذه لحظة مهمة لرائدات الأعمال. وبينما كان الموظفون بحالة من الفرح بعد إعلان تقديم تذكرتي السفر، فاجأت بلاكي الموظفين بإعلان عن مكافأة 10,000 دولار، ليبدأ الحضور بالبكاء لشدة الفرح. ويذكر أن بلاكي بدأت الشركة برأس مال وصل فقط ل5,000 دولار في عام 2000، متعهدة بأن تبلغ قيمة الشركة يوما ما 20 مليون دولار، ليجعلها ذلك محلا للسخرية من الكثيرين. So, with everybody's two first class tickets to anywhere in the world, you are each getting $10,000. يعني فعلا ده تخيل سعادتهم، تذكرتي سفر مجانيا من الدرجة الأولى ومبلغ 10,000 دولار فجأة وعد جاهز. يعني فعلا صدمة حد ذاتها. يعني حلو انه ولو ما يستحقوها ما تقوم بهذا الاجراء. بالتأكيد طبعا بالتاكيد اليوم هي طبعا هذه الشركه لها اسم كبير بالعالم اجمع ويعني فعلا ارباحها كبيره وخياليه بنفس الوقت. الحلو اليوم الموظف من يشتغل بمؤسسه وبالتالي على غفله يسمعكم مكافاه او سفره او تكريمه باي حتى وان كان كتاب شكر، هذا ممكن انه يرفع من روحها المعنويه. دائما نشوف حتى موظفي الدوله ما يبحثون عن يعني مكافآت مالية، يبحثون عن كتاب شكر يعني صادر من الإدارة أو من المؤسسة اللي يعمل بها هذا الخبر. أما الخبر التالي عن والد النجمة